أكيد. وحتى نرحب يعني أو حتى نرتب بيتنا صح على العيد ونرحب بأجمل ترحيب، خلونا إحنا وياكم نستفاد من الضيف اللي نورنا بالاستوديو المهندس عبد الجبار. يسعد يا صباحك اهلا وسهلا، صباح الخير، نورتنا. منوركم. يسعد اهلا صباحك وسهلا، نورتنا. شكرا بداية جزيلا. حابة أسألك، هل صاحب البيت يأثر على المصمم تأثير سلبي أم إيجابي؟ والله بصراحة يعني بالنتيجة هو احنا كنا بخدمة الزبون، أكيد. بالنتيجة هو الاند يوزر، يعني هو اللي حيكون مستخدم للبيت، هو المستفيد. فاحنا دورنا ككونسلتنت انه شلون نلبي احتياجاته. يأثر عليك بفكرة أنه أنت كنت مقتنع بها غلط أو هو حابها، يعني أنه غير أفكارك تماما من طرح عليك في التصميم معين، صح؟ أنت مصمم بس يطرح عليك في التصميم معين يغير أفكارك تماما. انا مو من النوع المتزمت يعني برايي، واحاول اقنع الزبون ويعني انه افرض عليه رايي وهاي، بس بنفس الوقت يعني لازم ياخذ بنظر الاعتبار يعني رايه، لان مثل ما قلت لك هو بالاخير هو اللي حيسكن بالبيت هذا، عنده احتياجات، يعني اكو احتياجات ماديه، احتياجات معنويه، عدد الاولاد، اعمارهم، حتى نوع اللايف ستايل مالتهم، شلون هم يحبون مثلا نوعيه البرايفسي المعين اذا عندهم بحياتهم. فهذا لازم كله احنا ناخذه بنظر الاعتبار، بالاضافه احنا يكون حن دورنا انه النصيحه، انه هذا الشيء صح، هذا الشيء غلط، هاي الالوان اللي ممكن تكون هارموني لك، لا مو كل شيء انت شايفه، ممكن هي شايف شيء هنا وقرايبه شايف مكان ومسافر وهاي، بس مو كلهم نقدر نحطهم بمكان واحد بحيث تطلع النتيجه حلوه. فعلا صح. يعني احنا هل بالضروره انه نستخدم او نجيب مواد من الخارج حتى نطلع ديكور بيت مميز؟ يعني لازم يكون الموضوع بكلفه او بدفع مبالغ عاليه؟ والله على مود اكون صريح، يعني موضوع الديكور هو مو موضوع خلينا نقول رخيص، يعني هو موضوع ايه مكلف صح. بصراحه. موضوع مكلف لان انه انت حتجيب ديزاينر، الديزاينر اكيد له فيز، حتجيب مكتب استشاري. دائما التفاصيل الصغيره هي تكون مكلفه اكثر. اكيد بالضبط، يعني هو ككونستراكشن البنايه يجوز ما مكلف بقد الديكور الداخلي حيكون. بس مو معناتها انه المبالغه، يعني مو معناتها بالضروره اني لازم ابذخ، يعني يلا اوصل اللي شيء المقنع اللي يكون كومفورتبل للزبون. اكو بدائل. بالضبط، اكو بدائل هسه هوايه بالنسبه للماتيريال، يعني هو يمكن صار اكو مشكله بالموارد الطبيعيه انه المرمر والمواد هذه يعني قلت اكيد، فصار اكو يعني الترناتيف، صار موضوع السيراميك، البورسلين، الخشب، الفينير اللي نسميه احنا بدل ما نستخدم خشب طبيعي صلد، فاكو صار هواي الترناتيف ساعدت تقلل الكوست. طيب حدثنا عن الاشياء الدارجه هذه السنه والالوان اللي دارجه بالتصميم الداخلي والديكورات، يعني هذا العيد نريد الناس تغير شوية، تغير من نفسيتها. صح، يعني هو ماكو فد شيء محدد او ترند يطلع كل سنة بالنسبة للديكور هاي، بس بالنسبة اشوف العالم بدأت انه تبتعد عن موضوع الكلاسيك والتعقيد. ليش احنا اجانا فترة انه ورق الجدران اجى هذه السنة مثلا، مو هذه السنة ده اقصد بسنة من السنين، القاع الخشب يعني بالضبط. يعني همينا فاشياء جديدة واصلة لو بعدنا على القديم. والله اكو ابديتات هواي، يعني صار تطور بموضوع العماره والانتير ديزاين بشكل كبير، يعني من نكره خلينا نحكي مثلا نقول على موضوع الالوان، يعني ترند هالسنه اللون الاخضر والبرتقالي، يعني زين انتم ماشيين هم يعني واضح، فاي يعني هواي الناس تستخدمه، مثل ما قلت لك الزباين شويه بدت تشوف موضوع الكونتمبرري والمودرن ديزاين اكثر من موضوع الجوثيك والفيكتوريان ديزاين المعقد الهافي، يعني كلاسيك المزعج صار. احنا نريد نعرف همينا يعني حتى نتجنبها. نعم. ابرز الاخطاء اللي نوقع بها من نريد نختار تصميم البيت او التفاصيل الخاصه بالزوايا. صحيح، موضوع التعقيد وماكو هارموني بالموضوع، ومن كل جزء شيء وبدون اي تنسيق، هاي اكبر مشكله، يعني انه اجيب واكدس مواد واكدس اكسسوارات ومن كل شيء لون ومن كل شيء شكل، هو هذا مزعج يعني ويخربط البيت، يعني البيت كل ما يكون إليجانت بيور حيكون هذا يعني مريح اصلا يعني. صح اكيد. احنا لازم نميل للبساطه اكثر ونجيب الاشياء على قدر حاجتها واستخدامها. بالضبط بالضبط، فعلا يعني الهوسه ما حلوه بالبيت، ودائما يعني الالوان الابيض الاوف وايت هذه الالوان تكسرها بتخم غير لون راح يطلع شيء كلش حلو. بالمقدمه مالتكم كانت حلوه انه مو موضوع اكدس مواد القديمه وخليها بالبيت
المواعين الفرفوري والقلاصات لا هذه الأشياء العصرية يعني بالفعل. أنه كانت قبل بس بعد أكو ناس متمسكة بها وأكو بيوتها باقية على القديم صحيح. بس إحنا إذا نحكي بالأشياء الجديدة اللي صح. تغير من نفسيتنا الناس كل فترة وفترة يعني حتى برا بالخارج يخلون المواد الزايدة والحاجات الخالية يخلوها بباب البيت ويكتبون عليها please take free يعني اصلا وفرت علي ان نقلها بمكان ثاني واذبها وهاي لا تعال الناس وخذها وهاني هم جددت بيتي وبخلصت منها بس احنا كعراقيين بعدنا نحتفظ بهاي الاشياء بغرفه خاصه اللي هي يسموها المخزن فعلا يعني عندنا اشياء ابدا ما نتخلى عن هالشيء بس ممكن يعني فكرتهم صحيحه بجزء معين انه انا بالمستقبل يمكن احتاجها لا هو على حسب حاجتها لا حاجه احس بس يعني مكان خاص بالتخزين مو انه انا اخليها بالديكور العام اني يعني ممكن اتفقيات بجزئية أيوة. هذه بس الناس يعني تحب التجديد صح. يعني ما معقولة اكو شيء كولكتنج يعني انه هذا شيء خاص يكون ساين باي فد ارت مهم طبعا هاي اكيد فشي يعني لازم تنحفظ كانتيك بس مو شغلات لا ما لها اهميه اللي ما بالضبط يعني ممكن حتى خطره يعني حريق تسبب لا سمح الله اي شيء يعني فعلا اكيد طيب اريدك تحدثني همينا على شلون تقنع الزبون اللي يجيك فكرة معينة وهو بباله غير فكرة تماما مثل ما هسه حكينا انه يحتفظ بالاشياء القديمة او يريد شيء قديم شلون تقدر تقنعه بالاشياء الجديدة بصراحة قلت لك هو لازم يحترم يعني رأيه لازم يحترم واحنا ما نقدر نجبره على فشي بس هو موضوع تثقيف يعني انه اني ما هو بالنهايه شغلك فانت تشوف شغلك الجديد صحيح. اللي هو دارج هذه السنه او السنه اللي راحت اكيد بالضبط. فشلون توصل لهذه القناعه بدايه التصميم احنا لازم نقعد ويا الزبون نشوف شنو احتياجاته متطلباته شنو الالوان اللي يحبها اللي ما يحبها وهاي مثل ما قلت لك بعدين احنا نتدخل نقول له يا با مثلا هذا اللون يمكن مو ماتشنج ما راهم ويا الفانكشن مالت الفضاء اللي انت بيه يعني انت بغرفه معيشه حتطول بيها فتره من القعده تشوف تلفزيون خاصه ان المطبخ همينه فيراد الوان مريحه مو مثلا الوان داكنه غامقه ما تقدر تطول بها فتره يعني هو مو جاليري تيجي واحد نص ساعه ويطلع وخلاص فالفانكشن مالت الفضاء همينه الى دور نوع الاضاءه والاناره همينه ما متعلق بالفانكشن يعني اناره المكان الدراسه تختلف عن مكان اللي اريد اسلط عليه اضاءه معينه كسبوت تعتبر احد الديكورات صارت الاضاءه ايضا طبعا اكيد يعني عنصر مهم بالديكور هو موضوع الاناره من حيث الاختيار اللون للاناره هل هو مثلا يكون وارم وايت احنا نشوف ناس لحد هسه مخليه هذه الشمعه البيضه القديمه وتعرف هذه ايش قد تاثيرها سلبي على البيت وعلى اهل البيت صحيح بالضبط يعني الاناره هذا النيون احنا شنو نيون بالضبط نسميه اكيد صار يعني اولد فاشن يعني لازم الناس تطوره بس مو كل الناس هم لازم لا راعي انه عندها هاي ايضا انه هو إنه سلبي للبيت بالضبط جدا بالضبط صحيح حتى ضوء انه يؤذي البشره يؤذي كوما شغلات ونرجع للتكنولوجيا همينه دخلت نعم. بالتصميم أكيد. الداخلي طبعا التكنولوجيا بصراحه يعني خلينا نقسمها شقين موضوع الفائده المصمم صار اسهل الى انه يعرض الافكار مالته كالبرزنتيشن مالته للكلاينت بطريقه اسهل انه هو يستوعبها يعني اصعب كان قبل موضوع بالرسم اليدوي وشلون توصل له فكرتك وهاي جزء ما يتخيلها هسه صار عندنا موضوع الفي ار الفيرتشوال رياليتي موضوع ال360 موضوع ووك ثرو نسوي له ممكن انيميشن يقدر يتخيل الفضاء قبل ما يسكن به هذا بالجانب اللي فاد المصمم الجهة الثانية موضوع مثلا الهوم سمارت هوم بالبيت الممكن انه انا اقدر اتحكم بالانارة اتحكم بالدرجة التكييف اتحكم بالستائر افتحها ريموتلي من برا هو مو موضوع فانسي يعني مو موضوع انه تكنولوجيا بس انه انا موضوع فانسي اريد اشوفه للعالم بس انه فانكشن اللي هو صار ضروري حتى أكيد. موضوع السكيورتي يعني انا بعيد مثلا عن البيت ممكن اشوف اولادي فعلا. عن طريق الكاميرات ريموتلي بالتليفون مسافر اريد اشيك على بيتي يعني هواي الدخل للموضوع التكنولوجي اكيد وانا شايفه يعني بعض شركات التصميم او المصممين يشوف الديكور كامل حتى بالضبط. الاغراض اللي يمتلكها شخص مثلا عطور ان كان ممكن. كان ميك اب يخليهم على الميز يرتبهم بطريقه انه هاي الغرفه مالتك حتكون بهذا الشكل بالضبط. فهذا سهل هواي علينا الافكار بالضبط. صح ما اريد اقاطعك نعم. بس اريد يعني اكثر ابرز افكارك فاريد اعرف شنو المصمم بما انه انت يعني بمكانك اليوم نعم. وبهالمستوى والمعلومات الكامله نعم. اللي عندك شنو التحديات اللي واجهتها كمصمم والله التشالنج يعني انه موضوع الديزاين هو موضوع تيست فكل واحد عنده ذوق
عند رأي معين. ثانيا احنا مدى نبيع برودكت معين، انا اشوفك فتشي تقيسه تقدره مثل قميص تاخذه ويعجبني واخذه، لا احنا دا نبيع افكار ونشوف احتياجات، الموضوع السايكولوجي داخل بال بال يعني بالتصميم صح. اكثر لازم. يعني زائدا انه اكو اراء هواية دائما تصير يعني بال عند البيت، اراء واذواق كلش مختلفه، الاقارب الاصدقاء كذا واحد يتدخل، فيعني لازم انت ترضي كل هالاذواق هاي بحيث تطلع أكيد. بالنتيجه بالأخير. طيب نصائح ريد من عندك للي يريد يغير الديكور مالته بالعيد او ورا العيد، يعني ماكو مشكله بس اهم شيء يغير ديكور بيته. يعني على مود بشغلات البسيطة بالموجودة بالبيت ممكن يعني هذا ما يتدخل بها الديزاينر، ممكن يعني صاحبة البيت أو صاحب البيت يسويها. همشي صاحبة البيت صاحبة هي أساس وهي تتدخل بالديكور. خلاص الموضوع ما دام عيد خلي يبتعدون عن الخفافي، ركزون على الكليشة ومتمر. فعلا أكيد تورفنا. ممكن شنو أقول إنه مجرد تغيير مكان الفيرنتشر بالبيت، الإكسسوريز أغير ألوانها، الستائر، حتى اللي ما يقدر يغير ديكور كامل ممكن يقدر يغير بسيطة. يعني اكسسوارات شيء بسيط طبعا بالضبط. شكرا لك يا أهلا وسهلا وشكرا لمعلوماتك الحلوة. شكرا جزيلا أكيد. لكم ولاستضافتكم.